إلى هذه التغطية من جديد، وهذا القصف أو تداعيات القصف الذي كان في الليلة الماضية على دير البلح واستهداف منازل مهولة بالسكان دون يعني انذار مسبق، هذه المرة أيضا من دير البلح وبالعودة إلى منزل عائلة أبو الزايتر. هذا الطوابق التي تم استهدافها قبل ساعات من الآن، حيث تم استهدافها بصاروخين، مما تم الإجهاز على طابقين كاملين. نعود إليكم من جديد في هذه التغطية المتواصلة لهذا العدوان الإسرائيلي وتداعياته على قطاع غزة والمحافظات الوسطى والجنوبية والشمالية لهذا العدوان. نتحدث الآن من داخل الطابق الذي كنا قد تحدثنا قبل قليل من أسفل هذه العمارة التي تم استهداف فيها طابقين اثنين، مما أدى إلى ارتقاء 24 شهيد بالإضافة إلى عشرات الجرحى، علاوة على الإجهاز على الطابقين بشكل كامل في هذه العمارة وفي هذه البناية. هذه البناية تقع في وسط دير البلح تحديدا في المناطق المأهولة بشكل كبير بالسكان. نرى الآن كيف حجم الدمار الكبير داخل الشقق في هذه الطوابق، بالإضافة أيضا طبعا تم رصد هناك الكثير من الدمار الكبير في الطوابق المقاربة أو المجاورة للطوابق التي تم قصفها، يعني الطوابق السفلية أيضا هي الأخرى تضررت ولكن ليس بشكل هذا الكبير. نحن الآن نتحدث من داخل الشقق التي تم استهدافها مباشرة بصاروخين من قبل طائرات F-16. تم انتشال العديد من الشهداء من هذا المكان، كان آخرهم من تم انتشاله اليوم صباحا، حيث تم انتشال شهيدين حسب ما قال لنا أصحاب هذه العمارة وشهود عيان في هذه المنطقة. نرصد لازلنا حجم هذا الدمار، ربما الحجم التفجيري الكبير للصاروخ مقارنة بحجمه بالتأكيد، وكيف يعني أجهزت على الطابقين بشكل كامل. وهذا الدمار الكبير، حجم الدمار ربما يبين لنا يعني حجم الخسائر البشرية إن صح التعبير في هذه المنطقة، وكيف هي أعداد الشهداء ارتفعت بشكل كبير. 24 شهيد فقط في ضربة واحدة وفي أقل من ثواني ودقائق أصبحوا أثرا بعد عين، وكانوا من الأحياء وأصبحوا في يعني عند مليك مقتدر. ولكن يبدو أن هذه الأزمة مستمرة، ويبدو أن سياسة استهداف وحرب استهداف المنازل والشقق المأهولة بالسكان مستمرة، وهو ما يرفع ويزيد بالتأكيد أعداد الشهداء في ظل الحديث عن ربما مبادرات وأوراق تقدم هنا وهناك. يبقى الصوت الأعلى هو صوت مسرح العمليات في قطاع غزة، وأصوات هدير الطائرات والدبابات هو الذي يطغى على كل حديث السياسة، فتبقى الأعداد في ارتفاع. أكثر من 10 مجازر تم يعني في الليلة الماضية ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، راح ضحيتها أكثر من 120 شهيدا. هذا مشهد يومي، هذا خبر يومي في قطاع غزة، أعداد الشهداء وأعداد الجرحى وأعداد المجازر أصبح خبرا يوميا منذ أن بدأ هذا العدوان وحتى يومنا هذا، ونحن نتحدث عن ازدياد وارتفاع يومي وكبير في أعداد الشهداء والجرحى وأعداد أيضا المؤسسات والمنشآت والمنازل التي هدمت سواء بشكل كلي أو بشكل جزئي، علاوة أيضا على أعداد النازحين الذين هجروا وهجروا وهجروا. هناك العديد من المواطنين الذين نزحوا، وكانت هناك أكثر من رحلة نزوح لديهم حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه الآن من نقطة، على اعتبار أنها قد تكون نقطة آمنة، ولكن يبدو أنه في قطاع غزة لا شيء آمن ولا شيء بمنأى عن الاستهداف. هذه هي التغطية المتواصلة، كونوا معنا دوماً.